اسمحوا لي يا دراري، اللايف تقطع على كونيكسيون شويه مريضه. وات اباوت لوفي؟ لوفي دراري يلاه باديه غدا مزيانه، دونك اي عمر تكون يلاه باديه كتكوريكتي كتقاد لو بري ديالها. دونك مازال لوفي ما غاديش نقدروا ما نبيعوهاش، ما يمكنش انك تبيع واحد لام ديسمون اللي درتيها ما يمكنش تبيعها. هادشي دري لوفي نفس الحاجه اللي كانت دايره سيطامه حتى هي دات بحال ما هكذاك. دونك دابا جاست كوريكسيون، يعني ما هبطش هبطه خايبه. دونك نورمال ما تبيعش ليا لوفي، خلي لوفي ما تبيعهاش. الله يرحم الوالدين الدراري، حتى شي واحد ما يبيع لوفي، واي واحد ندير لانفيزيسمون ديالو في لوفي يخليها وينساها. دراري لوفي نساوها، دابا تفوكاليزيو معايا على شي حاجه اللي غتخليك تكون مليونير الدراري. شنو نقولك تكون مليونير؟ راه ما كنكذب عليكم، الله يرحم الوالدين الدراري، كنقول لك خليك دابا خليك الدراري بحال قلتي كونسونطري فواحد الحاجه اللي انا متاكد منها. انا شي حاجه اللي كنقول لك متاكد منها بواحد النسبه ديال مليار في المئه، كنقول لك غتولي مليونير، غتولي مليونير سالينا، ما كاينش الضحك. دونك ها هو اول مليونير طلع معايا دابا في اللايف، قال لك بدا بمليون ولا عنده 12 مليون وصغير. انا متاكد ان هاد الدري اللي طلع معايا دابا غتكون عنده 120 مليون وتقدر توصل حتى المليار و200 مليون. الدراري هادشي اللي كنقول راه ماشي تخربيط، راه هادشي اللي كنقول الدراري نقدر نقول لك العقل ديالك ما يتقبلوش، ولكن ملي كتشوفه وكتعيشه وكتعرف انه بصح. دونك هذا في ثلاث سيمانات ضرب 11 مليون بروفي، ما ادراك الى كمل في الدومين 3 شهور 6 شهور عام عامين، راه ما تخيلش شحال غادي يولي عنده، ما تخيلوش قداش شحال يولي عنده الى بطبيعه الحال بقى متبعني وبقى كي اي حاجه قلتها غادي يديرها. ما غادي يخلصنيش، ما غادي يعطيني والو. انا غنبارطاجي معكم الدراري، لوبجيكتيف ديالنا هو نديرو اكبر تجمع ديال الكريبتو كارنسي في العالم العربي الدراري، والدومين يعرفوا كاع الناس وكاع الناس يستافدوا معنا، وكل شيء يربح الدراري، وكل شيء يصوفي راسو، حتى شي واحد ما بقى يمشي يضرب تماره عنده واحد اخر في خوال خاوي. دونك الله يرحم لكم الوالدين، ما تخسرش شي حاجه. لانفيستيسمون تقدر تبدا غير ب 500 درهم تقدر توصلها حتى ل 1 مليون دولار. الدراري ملي كنقول لكم هاد الهضره راه هادشي انا دز منه، مهدي داز منه، خالي داز منه، حنا كاملين بدينا بحال ما هكذا، بدينا غير ب 500 درهم، بدينا غير ب 1000 درهم. انا كنت كنخسر حيتاش ما لقيتش شي واحد اللي شي واحد بحالي دابا اللي كينصح الناس، كنت كنخسر. ولكن بغيت نوصل، دونك تعلمت وتعلمت بزاف د الحوايج، وانا بغيت نبارطاجي معكم هادشي اللي تعلمته. ماشي المهم كل واحد شنو كيقول، ولكن الدراري بالرجوله كنهضر معكم بالرجوله الدراري، هادشي الدراري راه درتو باش نصوفي عباد الله، باش نصوفي الناس، باش نصوفي خوتي. انا ما كاينش في المغرب هادشي، فهمتي؟ انا غندخل المغرب ماشي ما غندخلش، وغنتلاقى معكم كاملين وانتم فوق راسي، انتم خوتي الدراري. دونك باش ما نطولش عليكم الهضره، غادي نطلعوا معانا انذر وان. المهم كما قلت لكم بالنسبه للسيطامه الدراري، دراري تقدر تبدا من تليفون. دراري بالنسبه للناس الجداد شنو غدير؟ كيفاش غتبدا؟ اتس ايزي يا دراري، كيفاش غتبدا؟ السلام عليكم. قول لي اتشارك دو ماستا بنورمال. السلام خويا بخير. الله يحفظك خويا، صافا كلشي مزيان؟ الله يحفظك كلشي بخير. خويا بغيت نسولك، انا كنتريدي في بلاتفورم كوين بيز يا واو، وبغيت نسولك على الايك، انا بغيت نسولو على الاكس ال ام. داك الشيء تعرف اكس ال ام؟ ها كنعرف اكس ال ام تان كوين. دابا واش انت كدير تريدينغ؟ يعني ماشي بزاف، انا فهمتي بادي وتبع واحد جروب في تيليجرام. اوكي نعم،
انت مزيان مني، مزيان مني قلتي بحال المقدر، باش نشرح لك واحد النقطه، باش نشرح لك واحد الحاجه الدراري. يكذب عليك الكذاب، اسمح لي يا خويا فهمتيني. انا خذ راحتك، خذ راحتك. انا غنعطيك نصيحه. السلام عليكم. نصيحه. السلام. نعطيك نصيحه انت غتاخذها مني بحال خوك. خوك قال لك هذه النصيحه وما كاينش اللي غيقول لك، فهمتيني. تريدينغ اخويا ما خدامش. غنقول لك علاش. البارح كنت مريح، تلاقيت مع واحد خونا امريكاني، تلاقيت معاه جالس انا وياه بحال ما كذا غير باغ ديفو. السلام شنو كدير؟ قال لي انا اكسبير في تريدينغ. دونك هو كيتريدي في لي كوين، يعني كيشد العمله كتهبط بواحد الهابطه كيشريها كيطلع بواحد 5% كيبيعها. دونك الصاد البروفي في التريدينغ ماشي، ما كاينش ضروري تخسر شي، واخا تبقى تطلع تكبر ما كاينش. باغ كونتخ الا كنتي كتدخل لانفيستيسمون ديالك واحد الكوين وكتهولديها، ديما الربح كيكون كثير بزاف. علاش؟ علاش الربح كيكون كثير؟ الدراري الله يرحم الوالدين، شويه ديال الاحترام، شويه ديال الاحترام، ولا غادي نهبط هذا اللايف. كيف ما انا كنحترمكم الدراري، احترموني ولا غادي نهبط هذا اللايف. حتى شي واحد ما يبقى يضحك في الكومنتير، دونك احترموني الله يرحم الوالدين كيف ما كنحترمكم. المهم اسمع لي يا خويا، دونك دو بريفيرونس نعطيك مثال. مثلا انا دخلت لسيطامه، انا نشرح واحد الكوين اللي كلشي كيفهمها. دونك انا شريت سيطامه 0.801. دونك انا شريتها في واحد لو بري اللي هابطه بزاف، ياك. سيطامه سيدي طلعت تقريبا من 0.801 ل 0.805، ياك. دونك انا مازال ما عارفين حتى شي لعيبه. يلا باغي نبداو حنا في هادشي. اوكي دابا انت يلا باغي تبدا، نقول لك شنو كندير. فوالا قول لي. اوكي شنو كندير؟ حنا كنديرو لانفيستيسمون في لي كوين. شنو هما لي كوين اللي كنديرو فيهم لانفيستيسمون في لي كوين اللي كيكونوا يلاه بادين؟ حيتاش في الدومين كاين ثلاثه ديال الانواع، كاين الكوين وكاين الميمز كوين وكاين التوكن. دونك حنا كاع ما كنتريديو في الكوين حيتاش كيكونوا ا لونغ تيرم، وكاع ما كنتريديو في التوكن اولز حيتاش هما كيكونوا ا مويان تيرم. باغ كونتخ كنتريديو في هذوك لي كوين كيكونوا كيبداو ميمز كوين، كيكون عندهم واحد لو بروجي اللي يلاه غيبدا، سواء انهم عندهم واحد اكستشانج يلاه كطلع، سواء انهم كونوا متعلقين بالان اف تيز. دونك هادشي هو بحال اللي قلتي، هادشي هو لا مود ديال الكريبتو كارنسي هو هذا. دونك حنا ديما تابعين الموجه، وهذا النوع اللي كنتريديو اللي كنمشي كنتريديو واللي كنهولديو فيه فلوسنا اللي كنديرو فيه لانفيستيسمون حنا، كيقدر انه يتضرب حتى فوا 1000 فوا 10000. صافي ديال يقدر يهرس من زيرو حتى لاربعه الزيروات، يعني العمله اللي كنتي داخل ليها انت عندي معك انا غير بالدرهم، اللي كنتي داخل ليها مثلا ب 1000 درهم وهرسات زيرو ضربات في 10 اكس 10 غتولي عندك مليون. الى هرسات جوج زيروات غتولي عندك 10 المليون، الى هرسات ثلاثه الزيروات غتولي عندك 100 مليون، الى هرسات اربعه الزيروات غتولي عندك مليار. ملي كنقول لك هاد لي مونطو ديال انها غتولي عندك مليون ولا مليار ولا 6 المليار، اول حاجه ما كنكذبش عليك، هذه الاولى. ثاني حاجه بزاف الناس في لي كومونتير دابا غيقولوا لك راه بداو ب 1000 دولار اللي هي مليون، ودابا اون فوا رسات لهم الزيرو 10 المليون. فما شفتش هذاك خونا اللي طلع معاك شفتو؟ دونك هذاك السيد اللي طلع معاك انا ما كنعرفوش، هو كان طافي الضو دونك انا ما كنعرفوش. قال لك بدا بغيت نسولك شحال قايب البورسونتاج؟ كنقول تقطع الله. نعم الدري معايا يسولك على البورسونتاج، على الريسك في هذا الشيء، حيت كاينين. لا نشرح لكم شنو هو البورسونتاج ديال لو ريسك. دراري انا نقول لكم لا ميثود ديال الخدمه ديالي انا. دراري انا ما خدامش راسي، ام اكسبير، انا اكسبير في الكريبتو كارنسي بكل تواضع. نتحدى اي واحد في المغرب ولا اي واحد كيدوي مرحبا، فهمتيني؟ فهمتي بكل تواضع اخويا كيف ما كان انا اكس، ولكن ما خدامش بوحدي، عندي تيم ديالي كدير الاناليز، عندي تيم كبيره. كاين بزاف ديال لي فاكتور ان العمله باش انا نجي عندك ونقول ل 20000 واحد و 30000 واحد متبعني نقول ليه حط في هذه العمله
واحد كيجي عندك كنقول ليه غير حط 20 مليون، واحد كنقول ليه لا عندك غير طوموبيل بيعها ودوك الفلوس تدخل فيهم في العمله. يعني انا كناخذ واحد لو ريسك، كناخذ واحد لو ريسك لي هكاك. دونك راك سور باللي راه غادا تطلع ولا اكزاكت مشيني. دونك الدراري حاجه واحده اللي غادي نقول لكم، انه اي كوين بغيتي تدخل ليهم الدراري كاينين دي فاكتور اللي ساهلين تعرفهم، ساهلين الدراري تعرفهم. اول حاجه كتدخل لو سيت ويب ديالهم، كتشوف هذاك لو سيت كيفاش مصيب، دوك الناس شنو هما لي فاز، شنو هما لي فاز اللي حاطين. يعني شنو مثلا حقاش اي عمله كيصايبوها شي ناس كيحطوها كيقول لك فوالا هذا هو الفهرس ديالنا. دونك شنو هما لي زوبجيكتيف، غنبداو ب 5000 هولدر فهمتي، فوالا باندي وهادي غنصايب واحد اكسشانج غنديرو فهمتي. دونك شنو كدير انت، كتمشي كتشوف لا كوميونيتي ديالها. دونك لا كوميونيتي هما دوك الناس اللي متبعينها في تويتر، اللي متبعينها في تيليجرام، وكتدخل لجوجل وكتدخل اليوتيوب وكتشوف لي زانفلونسور ديال تويتر، لي زانفلونسور اللي كاين في تويتر اللي كيدوي عليها. دونك الناس اللي معروفين في امريكان غادي يقول لها، حيتاش كاينين الناس ديال الكريبتو كارنسي ديال الكريبتو كارنسي كريديبل. يعني ميمكنش انه يقول شي حاجه ماشي هي هذيك باش انه يخسر لا كريديبيليتي ديالو. فوالا بحال خدام بوجهه، ما يقدرش يعطي شي انفو اللي ما انت خاصك تبازا على هذوك الناس اللي كنقولوا حنا واعرين، دوك الناس اللي هما واعرين كتبازا عليهم شنو كيقولوا. كتشوف فاش كتدخل العمله كتشوفهم شحال ديال لي هولدر كاينين، شحال من هولدر كاين، وكتشوف الليكويديتي ديال هذيك العمله، وكتشوف الفوليوم ديالها في كل نهار شحال واصل الفوليوم ديالها في كل نهار الدراري، وكتشوف شي واحد كيعيط ليا كتشوف لي هولدر ديال شحال كاينين، وميم طو كتشوف شحال هذيك العمله مبيرني فيها. يعني دوك الناس شحال حارقين من العمله، من التوتال سبلاي ديالها شحال محروق. دونك المينيموم التوتال سبلاي خصو يكون محروق المينيموم 55%، هذه الاولى. وثاني حاجه اكبر والت خصها تكون، يعني هذوك الناس اللي مكريين العمله ديالهم، يعني البورسونتاج الكبير باش انهم غتكون فيها، ما خصهاش تكون فايته 2% اللي عنده. دونك فاش كتحرق 55% يعني غتبقى 45% من الماركت كاب. هذيك 45% فاش كتدخل لي وارت اللي كاينين كتلقى الكبيره، يعني اكبر بورسونتاج في الوارت هو 1%. تقدر حقاش كاين شي عملات 1% ما كاينينش، دونك كتلقى غير شنو نقول لك، كتلقى 0.5 فهمتي، ولكن اكثريه 1% يعني كتقسم. فهمتك فهمتينا اخويا. دونك انا اللي غنصح لانفيستيسمون الدراري مزيانه، تهولدي مزيانه، ولكن باش انك دير تريدي غتخسر فلوس، خصوصا في هادشي اللي كنديرو حنا. باش انك غتريدي باش توصل لهذاك لو نيف ديال انك تريدي، نقدر نقول لك كاينين اللي كيتريدي، ولكن في البيتكوين هذوك الناس اللي فهمتي اللي واصلين بزاف مش كيتريدو في البيتكوين في عملات كبار فهمتي، وعندهم واحد راس المال اللي صحيح شريت تريدي جاش معاه. بغيت نقول لك دابا بحال بغينا انفيستيو، بحال بغينا اوكي دراري اللي باغي انفيستيو دابا، انا كنت نصحتش بسيطامه، انا كنت كنقول انها غدير اكس ديس اكس ثاني، يعني فوق 10 وغتحبس، هذاك هو التارجت اللي كدير انا. ولكن داك النهار قلت لكم من مورا جوج سيمانات غادي نقول لكم واش اتس اوكي انها اكس 10 وغتبيعو ولا اكس 10 وغادي نقول، يعني غنخرج واش غنقول لك بيع ولا ما. دونك الدراري انا دابا انا عاود خرج بانت ليا بلوتو هادشي حتى هو كيبان لكم الدراري ان دارت اكس 10 كيف ما وعدتكم، قلت لكم الدراري غير هولديو، كانت كتهبط، وكنقول لكم الدراري ما تخافوش راه غير كوريكسيون، داكشي كامل اتس اوكي، داكشي كامل كيف ما قلتو راه شتو الدراري. دونك انا كريديبل الحمد لله، انا كلين معاكم، هذه اول حاجه احمد الله شكرا. وثاني حاجه الدراري غنعاود نقول لكم دابا غنعاود ناكد عليكم الدراري، هي انكم حتى شي واحد ما يبيع سيطامه اليوم، جوج ديال لي والت ديال بينانس حتى
انتيغرا في سيطامه، دخلوا سيطامه. واللي ما داخلش عليها وبغى يلا ينفيستي فيها يدخل. دونك اللي ما داخلش، اللي ما داخلش الدراري غيدخل السيطامه. كيفاش غيدخل الدراري؟ كيفاش غتدخل؟ ساهل انسي ما لقيتهاش الدراري. كيفاش غتدخل؟ نشرح لكم غير كيفاش كيفاش غتدخل. وغادي المهم درنا ها انتم نشرح لكم كيفاش غتدخل وغندوز لكم الدراري باش يعطيكم حتى هما بلو دانفورماسيون. اوكي كيفاش غتدخل؟ غتدخل عندك اب ستور ولا بلاي ستور، غتدخل غتيليشارجي واحد لابليكاسيون سميتها ال بانك، ال بي ا ان كا. من مورا من مورا ما غتيليشارجي ال بانك ياك، غتكري فيها الكونت ديالك، اكونت سين اب، غتكري فيها الكونت ديالك وغدير ليه الفيريفيكاسيون. اي واحد ما دارش الفيريفيكاسيون في الكونت ديالو راه غادي يمشي ليه. دونك اي واحد ما دارش الفيريفيكاسيون يدخل يفيرفي الكونت ديالو. لا ال بانك ال بي ا ان كا ماشي هذيك، لا الابليكاسيون في بلاي ستور. دونك الدراري ديروا الفيريفيكاسيون، من مورا الفيريفيكاسيون الدراري اكزاكتلي من مورا الفيريفيكاسيون كتدخل كتكليكي في والت كتعزل. وعليكم السلام. كتدخل الوالت كدير يو اس دي تي، كتعزل اليو اس دي تي وكتعزل الريزو بي او بي 20، كتكوبي هذيك الادريس وغتصيفطها لواحد الانستغرام سميتو الو ام ان جي. كاين واحد الانستغرام الدراري اللي بغى السولد سميتو الو ام ان جي باي ام دين تيري بلويتش الو ام ان جي. دونك الناس اللي ما عارفينش منين يشريو السولد ولا كنتي غتصيفط لشي واحد السولد وغيدي لك فلوسك الدراري، هذا السيرفيس حنا اللي دايرينو لو سيرفيس ديالنا الدراري. دونك اي واحد بغى السولد حنا نصيفطو ليه السولد، وحتى شي واحد ما غيدي لك فلوسك. يعني يعني يقدر يدير داكشي الراس ولا حتى هو خاصو يدوز بهاد لي زيتاب. نعم اللي كاينين في لوغوب مثلا يقدر يدير هادشي الراس ولا خاصو حتى هو يدوز من هادشي. زعما يشري السولد اللي يشري الراس يقدر، حيت بينونس مثلا انا تنقدر نشري بينونس الراس. تقدر تشري قاش انت كاين برا. كاين برا داكشي علاش المغرب كانت ديجا بي تو بي تحبسات. فهمتيني؟ خاش بنادم كيدير الناس فلوس، داكشي علاش حنا كرينا هاد لو سيرفيس باش شي واحد ما يمشي ليه فلوس. خاص فهمتي اي واحد صيفط فلوس ديالو راك عارفني انا الفلوس كيوصف الكونت ديالي انا، دونك ما كاين حتى شي واحد اللي غيدير لك فلوس. كتصيفط الفيرمون ديالك، كتصيفط ليه السكرين، كتصيفط ليه لاكارت ناسيونال ديالك والوالت داك السول ديالك. دونك الدراري هادشي نقدر نقول لكم دابا، ديروا الانفستيسمون ديالكم وغادي نخليكم مع خالي ومع مهدي. خويا المهم انا فقط تخلي الدراري الا بغى يطلع شي واحد. السلام عليكم وشكرا على هاد لي زام فول اللي عطيتي. مرحبا الله يحفظك. يلا السلام عليكم. الدراري الصوت غيدوب شويه حقاش مريحين فواحد لوطيل من 16 الناس. الدراري اللي عنده شي سؤال يطرحه حاجه اخرى. بغيت نصوركم هاد الدراري، بغيتكم تكتبوا لي كل واحد فيكم شحال دار ديال البروفيل سيطامه، يعني من نهار بارطاجينا حنايا حنا الاولين اللي بارطاجيناه معكم شحال دار شو ديال البروفيل. كتبوا لي دابا في لي كومونتير باش نعرفوا الناس اللي رابحين الناس اللي خاسرين الناس اللي اوكي. المهم الدراري كتبوا لي البروفيل ديالكم باش نعرفوا شنو كاين. خليجه ها هو خالي ها هو. المهم الدراري انا غنوريكم دابا الوالت ديال خالي في ال بانك سيطامه. انفيستيسمون ديال شحال خالي درتي؟ 3200 دولار الدراري خالي. من نهار بدات انت دخلتي عقلتي قلتي شي عندي بالليل وقلتي عليا يفتحوا كنا بغيتكرو نوريهم انا خالي. ماشي مشكل. المهم الدراري ها هي الوالت ديالو باش تشوفوا ال بانك. احنا تن ريكوفريو 215000 دولار الدراري غير في سيطامه. 3000 دولار يعني ب 3 المليون يقدر يوصل لهذا لو مونطون هذا 3 المليون الدراري. وانا اللي كيعجبني في خالي الدراري هو انه تي هولدي، يعني عنده واحد القلب اللي بارد. انا واحد الخطره لي زيموسيو ما كيخدموش بالضبط تبقى مكال اقلتي خالي باش تخرج البروجي 40 مليون. شنو دوز كوين
جيت عنده الدراري بالليل جيت عنده بالليل قلت له خويا راه بيع 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 قال لي صافي عندك الحق قنع شوف ويبيع النص الغد لي ضربات في ثلاثة ويجي عندي قال لي شوف مهدي اش درتي لي يا صاحبي ما تبقاش اخويا تقول لي بيع لا بصح والله لا بصح المهم الدراري هولديو دابا راه حنا شفنا جوج ديال لي والد ديال بينونسي شي وسيطامة حنا ما نقولوش 100% غتدخل البينونس ولكن هادي راه انديس على ان بينونس تقد تدخلها ولا دخلاتها بينونس الدراري راه انفيستيسمون ديال 1000 دولار تقد تضرب لك 100 مليون الدراري هادشي لوجيك انا وريتكم دابا الوالد ديال شويه 300 دولار 215 كا داكشي لايف الدراري قال لهم بالدرهم ماشي فاهم قال لهم بالدرهم 3 المليون جابت ليه 215 مليون 3 المليون شحال ديال الوقت خالي اذا دخلوا لجوجل يديروا مثلا شيبا واحد الكوبل بدو ب 13000 دولار 13 مليون كان كوبل الدراري 5 ديال البليون 5 ديال البليون 5 مليار 5 ديال 13000 دولار 13000 دولار راه داير في جوجل غادي يخرج المهم الدراري هاد لافورماسيون زايده راه كاينه في دايره في جوجل غتخرج لك هادي قال لك هي التريد ديال التاريخ ما عمرها ما وقعت في التاريخ ديال التريد 13 مليون 5 البليون اول مره 13 مليون الدراري 5 البليون راه كاينه في جوجل 5 المليار ديال الدولار المهم الاخوان ما قلتوش ليا شحال ديال البروفي درتو الدراري اللي دار بروفي في سايطاما يكتب ليا البروفي ديالو في الكومونتير باش نوتيفيو الدراري وباش نعرفوا واش نتوما ربحتوا ولا نتوما 100% كيربح الدراري كتبوا لي البروفي دابا كتبوا لي البروفي باش نكملوا الهضره الدراري اي واحد داير شي بروفي كتبوا لينا في كومونتير الله يخليك 1000 مليون ونص واحد رابح مليون ونص واحد رابح 105 كا 105 كا اي من ايمن الدراري رابح 105 المليون مليون 600 اورو رباح 5000 دولار رباح 5 المليون رباح تبارك الله عليك اخويا 200 دولار رباح تبارك الله عليك المهم الدراري كيف ما كتشوفوا داكشي لايف اول 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 انستغرام اول كونسيبت اللي فري ماشي كذوب ماشي نصب اللي تربح الناس لايف الدراري تنعطيو دي سينيون لي لايف وتنتبعوا فيهم 35 مليون اوسكار 100 دولار 475 دولار 2000 دولار 2 كاب 2 مليون 200 كاب 200 مليون المهم الدراري هادشي هادشي راه فريمون بزاف 30 دولار 300 درهم كاينه نتيجه كاينه الحمد لله المهم الدراري هادشي راه تحيه للحسن ديال ماجوريل الحسن ديال ماجوريل كيتفرج المهم الدراري واحد السيد العزيز علينا تنريحو حتى في القهوه راه كيتفرج تحيه ليك اخويا الحسن ايمان كريبتو 1000 دولار 1000 دولار رباح 300 درهم رباح 15 دولار رباح 600 دولار رباح المهم اني واي الدراري 2800 دولار رباح المهم الحمد لله الدراري غير كما قلت لكم دابا صرح لينا هولديو هولديو يعني كتشد ديك العمله وكتخليها في الوالد ديالك ما كتبيعهاش هي كلمه انجليزيه هولديو هي كتبقى شاد تتبقى شاد ديك الحاجه كتبقى هولديو يعني ما كتبيعش واحد دخل ب 50 دولار ضرب 300 دولار سي بيان سي بيان سي بيان 2000 دولار رباح مش المليون رباح المهم كما قلت لكم الاخوان بيبا ولا شيبا بيبا لكم زعما بيبا بيبا بسبريونيا ورينا الجداني كيفاش بداو من الاول وشنو الابليكاسيون اخويا كيفاش بدا من الاول الحمد لله شرحنا هادشي كامل في الانستغرام ديال يوسف ادخل الانستغرام ديال يوسف كلشي مسروح بالديطا كيفاش تكلم كاع لي لايف كيفاش صيفط الصولد من تشري الصولد الدراري درنا لكم فريمون كلشي درنا لكم كلشي من تشري الصولد بغيتي تبيع الصولد نسلو من عندك الصولد المهم سيرفيس كاين كلشي كاين الدراري غير اللي ما بغاش يدير العاقه هادشي اللي جنقول لكم وبزاف ديال العملات جايين تنديروا لهم ليتود اوكي وناس لي بروفيسيونيل اللي خدامين على هادشي يعني ناس ضاربين 4 سنين 5 سنين خالي راه عنده 6 سنين ديال 6 سنين ديال الدومين اوكي راه ما جاش دار 4 مليون ديال الدولار اوكي راه راه تماره راه المهم راه تماره وبزاف نبغي موتيفي خالي راه يبغي موتيفي غير انا كيما هذا البورتفوليو ديال لي زيتازون راه فيه واحد 30% ديال لي طاكس 30% ديال لي طاكس المهم الدراري خالي تي كيحيد العين كتعرفوا لا روتريت راه بدينا كنكبروا المهم الدراري اي سؤال اي سؤال حنا معاكم اخوان لوفي بلاتي نهضر على لوفي لوفي الدراري
حنا بارطاجيناها ولكن قلنا لكم حطوا ما تفوتوش 25% 25% 25% الدراري ما تفوتهاش في لوفي. علاش؟ حيت مازال حنا ما مأكدينش من داك لو بروجي 100%. تيبان لينا البوتونسييل مي ما مأكدينش 100%. داكشي علاش ما تفوتش 25% في لوفي، 75% في سيطامة. اوكي المهم الاخوان لا قول ما توريهم، قول ما توريهم، قول لهم شحال كانت 4 مليون ديال الدولار قبل شهر كانت 3 و200، دابا 4 مليون ديال الدولار. الدراري اخر مره كنت بارطاجت معكم الوالد ديال خالي كانت فيها 3 مليار ونص. ابار سيطامة، ابار روبين هود، ابار ليزاك سيسمون ديال المهم خالي دابا عايش الحياه اللي باغي هو. المدام ديالو دابا في اسطنبول اوتيل 5 اطوال. المهم تيعيش الخويل، تيعيش الحمد لله، لبس العاقه، المكان ب 5 مليون. خليني نورمال الحمد لله. دونك الدراري انتوما تقدروا ديروا هادشي، انتوما تقدروا توصلوا لهادشي الدراري. دونك الدراري ليكسبيريونس ديال خالي، الدراري ليكسبيريونس ديال خالي راه كتبارطاجا معنا وغتبارطاجا معاكم. دونك اي حاجه المهم الدراري حنا راه كنستافدوا من خالي، فهمتوني؟ راه حنا كنستافدوا منه، حنا كنستافدوا داكشي اللي كيعطينا كنعطيوكم. اهم حاجه الدراري اللي في خالي واعره هي المايند سيت ديالو. فاش تكون فريمون في واحد لا بوزيسيون ديال لا فيبليس تيوريك بلي الدنيا راه مازال فيها لي زوبورتونيتي، راه ما خصكش تطيح. اوكي انا الحمد لله عندي شرف ان خالي هو هذا. اوكي وتعطاني دي كونساي، تعطاني دي كونساي اللي مهمين باش الحمد لله كتجيريت بزاف ديال لي بيريود اللي كانوا صعاب في حياتي. اوكي دونك اللي نقول لكم الدراري هو لافيستيسمون، امن بداكشي اللي كدير، ما تخدمش غير الكريبتو، كاين لي كوميرس، كاين بزاف ديال الخدامي اونلاين. حاول تطور راسك، حاول تبدل راسك، حاول تخدم كل نهار، تفيق مع الصباح عندك واحد الحاجه. ما ديروش غير زعما باغي غدير فلوس، لا خدمه كدير فلوس بيان سور، ولكن تولي تفيق الصباح تستر هذا تبدا هو الاول، تمشي تدخل تشوف هذا اليوتيوب، تقلب على العملات شنو هي هذه لاش كطلق، فهمتي؟ كدير دي ريشيرش، كيولي عندك بحال الخدمه، بحال الخدمه، ماشي كيكون شي واحد راه واحد العمله هذا صافي غنشري غندير فلوس، خص يكون هذا الشيء كيعجبك، فهمتي؟ حيت العمله هي الفيوتشر، يعني الكريبتو كورنسي هي اللي غتكون من القدام، فهمتي؟ دونك خصك ديرها بحال اللي قلتي، ماشي هوبي، ديرها خدمه، ديرها ان سورس سورس اوف انكم، يعني واحد السورس اللي غتجيب الفلوس. وي فهمتي؟ تقدر تكون خدام شي وظيفه ولكن دير الكريبتو اون ذا سايد دو كوتي باراليل، ديرها اون باراليل، ومن بعد تخرج من ديك الخدمه وتعلم ليها، تعلم ليها وتبدا دير فيها فلوس وتولي تعجبك، ديك الساعه غادي تدخل للخدمه، تخرج تخش فيها في الاول. المهم هاد لي كونساي راه كنعرف واحد الصديق كيتفرج مني دابا، يلاه خرج من الخدمه بلا ما نقول سميتو. تبارك الله دار فلوس داكشي وقلت معايا، قال لي صافي انا الخدمه وراني ديمي، هذا ديميسيون ديال ديميسيون، قال لي صافي بخير، صرا واحد البيسي مزيان جديد، كيمشي تكونيكتا فواحد الكافي وخدام كريبتو، هادشي اللي كيدير خدام مزيان صافي. عرفتو الخويا بخير وعلى خير، عرفتو الدراري الدراري. دونك خالي شنو بغا يوصل لكم مع كيديو بشويه، قدرهم تكونوا تقدروا تكونوا ما سمعتوش. دونك الدراري قال لكم اي واحد الدراري خدام، ماشي قال لك خرج من خدمتك، راه كديرها اون باراليل، يعني خدام او ميم طون كتانفيستي في كريبتو كارنسي، كتفيق في الصباح فوالا. دونك فاش كتفيق في الصباح كتبدل البيسي ديالك، عطا الله ما يدار، ماشي غنقول لك كاين شي حوايج غديرهم ابا الخدمه ديالك، كاين لانفيستيسمون، ولكن ملي تجيب هذوك الفلوس ديال لانفيستيسمون غدير لي كوميرس. دونك الدراري مهدي كيدير لي كوميرس، يعني كيدير ديجيتال برودكت اي باي، غيدير لكم فورماسيون فابور في يوتيوب، دونك الدراري غير تابوناو عنده باي ام دين، غادي يشرح لكم كيفاش انكم ديروا واحد راس المال باش تقدروا تخدموا في الانترنت، تجيبوا دوك الفلوس وتانفيستيو فيهم في الكريبتو كارنسي. دونك ديما دخل قلب الدراري، دخلوا قلبوا الدراري. انا راه كنعطيكم واحد رؤوس اقلام، حنا كنعطيو غير رؤوس اقلام، وانت خاصك تدخل يعني تجاهد، الا كاع ما كنتي تاخذ الشهاد من عندك ما يمكنش انا نعطيك كل شيء، ما يمكنش تلك يدك وندخ الدار. دونك الدراري انتم الشاهد من عندك، حنا اللي علينا كنديروه كنبارطاجيو معكم كل شيء فابور، اي حاجه احتاجيتيها راه كنقول لك ها فين تدخلها منين تخرج. دونك الحاجه اللي خصك انت انك تخدم، يعني ما تبقاش ناعس طول تخدم على راسك باش انت واحد النهار تعيش كيف ما بغيتي، تمشي فيما بغيتي،
تاكل فيما بغيتي، تلبس شنو بغيتي، تركب فوق شنو بغيتي. اخوان واحد الحاجه مهمه بغيت نقولها لك هو ان في المجتمع ديالنا من تكون عندك واحد الاحلام الكبيره لونتوراج ديالك كيضحك عليك، صحابك كيقللوا منك، من فوا تتفكر شي حاجه اللي ما كايناش في دماغه تيقول لك بلي انت وليتي مسطي. دونك الدراري ما تسوقوش لهذا الشيء، ركز داكشي اللي بغيتي غادي توصل لخدمتك. هادشي اللي بغيت نقول لك، اي حاجه في دماغك، اي حاجه كيف ما كانت كيف ما كانت الى خدمتي غادي توصل لها. اوكي هادشي اللي كاين فلوكي مزيانه، مين قوي مزيانه الدراري فلوكي مزيانه. ما كما قلت لكم لانفيستيسمون اللي قلت لكم هو ما تفوتش 10% 10% فلوكي، ولكن دابا حاليا 75% سيطامة 25% لوفي. اوكي لوفي ماشي فلوكي، لوفي شي واحد سول على فلوكي. فلوكي نقول ليه حتى هي مزيانه، ميم كوين مزيانه، عندك فلوكي وعندك وحده ايلون، وحده سميتها كليكاي، وحده سميتها كات جير. كات جير هادو ديال هاد تشريهم دابا، عندك نوفمبر ديسمبر الاخر ديال جونفي تبيع. وعقل على هاد جونفي تبيع. سمعتوا الدراري فلوكي ايلون كات جير كليكاي حاليا اللي عطيناك كم كامل ولا عندي واحد بلاصوم كامل عارف كيفاش نقسمهم، نحط البورسونتاج كبير في سيطامه غادي كندير غادي بشماطيه نفرقهم على هذه باش الا هذه طاحت الفرص كفري عليها. الا فهمتي ما تشدش فلوسك كاملين تحطهم في عمله، حاول تقسمهم. ولكن انا خالي حاليا تتبان لي البوتنسيال في سيطامه. البوتنسيال كاين في سيطامه، سورتو البوتنسيال الدراري كاين في سيطامه. ابار هنا كنقول الناس اللي بغا يبداو ما عندوش راس المال كبير يحط بحال هكا $50 فلوكي، $100 في ايلون، فهمتي $70 بحال هكا يحطها شي سنت ماشي يشد مثلا $100 حتى في سيطا ما صافي يرجع يتفرج فيها. المهم الدراري راه تنحاولوا نبارطاجيو معكم كل شيء، تنحاولوا نبارطاجيو معكم كل شيء. غنخلي دابا يوسف يطلع الدراري منكم اللي بغى يطلع يصيفط لي دو نو راه غيطلعوا. انا اللي بغيت نوريهم واحد فيهم ناس شاريهم هنا اوكي الا بغاو ماشي انا غندير لهم ستوري. فهمتي؟ المهم الدراري خلي بارطاجي معكم واحد الوالد تما نخزنوا والو اللي كاين واحد الوالد فيه xt.com شاري فيهم بحال البان ها الوالد ديالها ماشي شي حاجه كبيره ولكن طامار هذه حتى هي بدات تقريبا في $1400 المهم الدراري واحد الوالد ديال خالي حاط فيها غير الميم سكور كاينه فيها شي $16 فيها هاكس في بيبي دولز فيها برايز رينبو بوفي اتش زي ام جديده في واحد الجمل اكثر كلي هذه كليكا كليها كل حاجه فيها. دونك الدراري باش يشوفوا السميات اللي بغا يشريهم ها نتوما ماشي اوبليغاتوار ولكن طالما في ستوري. المهم خالي شد واحد $16,000 هزها وفرق عليهم. نو هذه شحال ديك هاد الوالد شحال تجيب شي 1000 وشي حاجه بدا كيجيب لي فلوس كنخرج وكنسري له الاخر كنخرج وكنقز من عمره. المهم الدراري حتى ولا عندي هذا بدا ب $1000 في هاد الوالد وصلوا 17 مليون كيف ما كتشوفوا. دابا وريناكم ثلاثه ديال الوالد ديالو، وحده فيها 4 مليون ديال الدولار، وحده فيها $220,000 وهذه فيها $16,000 كاين وحده اخرى. المهم غنحاول نخلي خالي بارطاجي معكم كاع لي الوالد ديالو اوكي باش تاخذوا فكره الناس كيفاش يقدروا ينفستي. ورينا خلي روبين هود، ورينا باينانس، ورينا المهم الدراري احنا غنوريوكم دابا نوريوكم كل شيء ان شاء الله. باش يعرفوا بان هادشي راه كاين بان يقدر يتريدي فيه. واخا الدراري الدراري غادي نعطيكم ستوري، غندير لكم هادشي كامل في ستوري الدراري، ما غادي نخبيو عليكم والو. حاجه واحده الدراري غير تبعوا شنو كنقولوا راه ان شاء الله كل شيء غادي يكون بخير وكل شيء غادي يدير العاقه الدراري، ولكن غير تبعونا داكشي اللي كنقول ما تزيدش من راسك وما تنقص. الله يرحم الوالدين، ما تزيدش وما تنقص. حنا غادي نبارطاجيو معك كلشي، غادي نوريو كلشي، ما غادي نخبيو عليك حتى شي فورماسيون، ما
غادي نخبيو لك حتى شي عمله اي حاجه غادي نبارطاجيو معكم. الدراري اللي بيعوا الناس بالفلوس حنا راه كنعطيو فابور الحمد لله. بنادم كيبيع بالفلوس هادشي هو الحمد لله نعاون الناس. خاصه شي اصلا الداري ما كيتباعش بالفلوس. هادشي الداري ما كيتباعش بالفلوس. المهم الدراري غنوريهم هاد الوالت اخرى. المهم الدراري هادي والت اخرى ديال خالد بينهم. ها هي والت اخرى فيها غير شيبه 50 مليون. اي شيبه 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 بوحدها الدراري فيها 54 مليون. اوكي السلام عليكم شيوخ دير خويا صافا الله يحفظك بويوس. قول لي بالنسبه للسيطامه ناخذوها من البنك ياك؟ اي خذها من البنك وصافي وان شاء الله. المهم دابا انا خديت تقريبا شي 600 دولار يلا خديتها دابا فاش كنتي كدوي في اللايف خرجت مشيت تشريتها ديريكت. شي مشكل مزيان دراري ديروا لانفيستيسمون ديالكم الدراري ديروا لانفيستيسمون ديالك في سيطامه اللي خاصو سولد الو ام ان جي غتدخل غيوصلك السولد ديالك دراري حاولوا تحطوا له. عرفت دويت مع راك باغي ناخذو عندك دويت مع اشرف صابوري عرفتي شي مشكل. لا المهم دراري ديروا لانفيستيسمون ديالكم هادشي اللي نقول لكم طاط مزيان لانفيستيسمون درتيها تبارك الله عليك نطلعوا شي واحد اخر سير الله يحفظك بوز. دراري راه كاين بزاف ديال لي دوموند دونك انا راه غير كنورك وكنطلع راه بلوس 900 دونك انا غير كنشوف لي زانفيتاسيون كنور اللي جات في راهي هادي السلام عليكم. السلام عليكم. السلام خويا يوسف. صافا خويا كل شيء مزيان هاني؟ حفظك خويا تبارك الله يحفظك الله يبارك فيك. بغيت غير نسولك اخويا دابا انا داخل الالبنك ام ان في سي في سيطامة ياه وسمعت بان رفاشت المية طلع الزيرو تزاد الزيرو مي ما باش لي انا باقي ما تزادش. لا لا ما شارش الزيرو في البنك الباك باقي ما شارش كان شارس في بيت اي او شارس في بيت مارت الباك مازال فهمتك. انا حيت انا ان في سي شحال هادي قلت تقريبا شي 3 سومين دابا وقلت نسول قبل ما تا الى ربح الان في سي شحال عندك دابا ها الان في سي شي شحال عندك ديال الربح كنت ان في سي خويا 80 دولار اييه دابا عندي 100 زادت غير ب 20 دولار ثلاث سيمانات اييه والله شحال كانت ساويه فشريتها شحال كانت ساويه انا فاش كنت شريتها كنت شاريها موان 5 موسي لا آه. دابا كانت 0.0 شحال 7 8 ما عرفتش هادي انا هيت شريتها ناقص 5 ناقص 5 فاصلة شي حاجه. لا دابا خصك تعرف شحال لو بري ديالها في شريتيها حيت قبل 3 سيمانات نورمالمون خاص يكون عندك فوطو ديال الربح عندك فوطو فهمتيني. فهمتك. لا خويا باقا ما وصلنيش انا غطرو حيت يلاه فاش كانت طاحت هذيك الطيحه الاخرانيه طاحت طيحه بزاف هي فاش زادت تهودات هذيك غير كوريكس حاليا دابا حاليا سيطامه ما طالعاش راه دايره 92 راه الهاي ديالها غير 95 ولا 96 دوك راه ما طيحاش فهمتك. هذه راه كوريكسيون صغيره اوكي
صافي مرحبا اخويا الله يحفظك با يوسف. مرحبا اخويا تبارك الله. سلام اخي الله يحفظك ميرسي بوك. يا صافي نزيد اخر واحد اللايف الدراري العيب واللايف يبقى سيف فهمتي دير لي سيف شنو رايح نقول شويه وانت ديما نصحهم السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. كيف دراجتي صافا بخير كلشي مزيان؟ بخير الحمد لله. بغيت كنسولك على بعض العملات النقطة اختي عندي واحد النقطة الدراري الدراري انا نقول لكم واحد الحاجة ما عنديش مشكل انني اي واحد غادي من المرة الجاية غيصيفط كومونتير غادي نبلوكي اي واحد غادي يشي كومونتير غيبدا يضحك الدراري اي واحد غيبدا يضحك الدراري غادي نبلوكيه راه ما عنديش مشكل اما كتهمنيش انت الا ضحكتي راه ما كتهمنيش غادي نبلوكيك نتيني تقدر هنا كتبقاش هنا كيتفرجوا معنا عائلات بولادهم واش كل ولد ديالك كتفرج فينا اختك كتفرج فينا دونك حتى شي واحد ما يضحك احترمونا كيف ما كنحترموكم احترموا اي واحد طلع معنا في اللايف دونك الا اللي ما يحترمناش غادي نبلوكي و لا راه كتضحك على راسك دابا انت كتضحك راه كتضحك كتضحك على راسك وي اختي مرحبا اهلا نعاود نرجع لسؤالي باه ما نطولش عليكم دابا وناخذوا مداخلات اخرى بالنسبه للشيبه هل تنصح بها الان انه نستثمر فيها انا حاليا مطبقه كما راكم تقولوا يعني مستثمره 75% في سايتاما و 25% في لوفي لكن حبيت نزيد في عمله اخرى ثالثه شيبه مزيانه شيبه مزيانه كننصحك بشيبه شيبه كننصحك بشيبة داكو اي شي دوج كوين خالي حتى هي مزيانه بالنسبه لي الثمن ديالها دابا شويه طالعه غاليه شويه من الاحسن انفيستي في شيبه ان شيبه رخيصه دابا وعندها واحد الفيتشر نقدر نقول لك ماشي 3 شهور نقول لك على عام انا كنقول لك شيبه من هنا العام تبارك الله غلط اوكي السؤال الأخير هذا وبالنسبة للأدا كاردانو دابا نستفادوا من خالي يعني هي مزيانة بروزي زوين ولكن ما غاديش ولكن لا لا ما غاديش يطلع ولكن بروزي زوين لون تيرم يعني الأمد الطويل المدى البعيد تقدر تولي نقدر نقول لك بحال 2023 24 تقدر توصل حتى ل 500 دولار أوكي. بارك الله فيكم شكرا خالي شكرا لكم مهدي ويوسف بارك الله فيكم أخشي مرحبا 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 أي وقت مرحبا بك أي وقت أي مساج أي سؤال مرحبا بك أخشي شكرا بارك الله فيك الله عليك أخشي مهم دراري تبارك الله عليكم إحنا غنمشيو غندير لكم سيف اللايف مهم هذا اللايف غنخليه دراري غندير ليه سيف باش تشوفوه كنظن أنكم استفدتوا معنا مع مهدي مع خالي بارطاجي معكم بزاف ديال لي زانفورماسيون داكشي كامل اللي راه كاين في اللايف ترجع اللايف غتشوف شنو قال خالي حاجه اخيره ملي تبارطاجي اللايف دخل طاقي صاحبك باش يشوف اللايف ودير له انفيستيسمون انت وياه شي صاحبك عزيز عليك اللي بغيتي ليه الخير صاحبك عزيز عليك فهمك شي صاحبك عزيز عليك طاقي في اللايف قول ليه يلاه زيد الانفيستيو يلاه نخدموا لي كوميرس يلاه نتحركوا اوكي الدراري المغرب زين اللي قال لكم المغرب خايب تضحك عليكم المغرب خاصك فلوس اوكي خاصك فلوس تعيش مزيان خاصك انت دير الفلوس اوكي المغرب زوين انت كون راجل ودير الفلوس موتيفاو الدراري وخليهم موتيفاو منا الدراري موتيفاو موتيفاسيون اقسم بالله العلي العظيم واحد النهار ما كانتش عندي فلوس قهوه باش نقول لكم هذه الهضره على قبل لا موتيفاسيون فلوس قهوه ما كانتش عندي والحمد لله كنت نمشي لديك القهوه وتناخذها كريدي وفي دماغي عارف بلي واحد النهار غادي يجي وغنوصل اوكي واحد النهار تنقول بلي داك النهار سواء اليوم سواء غدا سواء غدا مي داك النهار الحمد لله غيجي وجا داك النهار وديما الطموح غادي وتيكبر الحمد لله دابا حنا كنفكروا في شي حوايج اخرين اللي كنت جيتي عندي داك الوقت وقلتيها ليا غنقول لك لا ما يمكنش انا كنت نفكر في داك الشيء اوكي المهم الدراري اخر اخر طلبه انا طلاب المهم انا نطلبكم انا ماشي مشكله
اخر طليبه نقول لكم الدراري الدراري باش نهبط هذا الصور باش نهبط هذا اللايف اللي تيتفرج اللي كيتفرج غطاقي وبغيتك دير ستوري صافي طلي ما طلبش منك والو دير غير ستوري وانا نبقى ديما نبارطاجي معاك الجديد باش دير لاق دونك انت باش تخلصني خلصني غير بستوري غدير ستوري بحال خلصتيني يا الدراري الله يرحم الوالدين دونك دير ستوري طاقيني كريبتو ام ان جي صافي مبارك هادشي اللي غندير على خير دراري تصبحوا على خير شكرا لكم بزاف وعلى كنبغيكم بزاف على كل شيء مع السلامه مع السلامه عليكم السلامه مع السلامه مع السلامه تهلاو في راسكم لاجي